طلع على براولة يا حمدي طلع. اجيت والله جابه. ليه على قبضي؟ ليه على قبضي؟ فرد عني. مشان الله مشان الله اللي بيعملنا مصيبة جديدة بوس ايدك الحقيقي. طلع فرجيني عم تتكافى. قليلي يلا يلا. يلا رايح. لك اطلع. طلع حاج تصرخ مثل حليمة جوا. طلع لعندي. لا لا قوة. قسماً بالله بتحسب الله خلقك. ايه بدي موتك عطال. عم بعمل مراجل وانا ما يا حمدي الله يخليك اتركه يا مو اتركه الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا مو انا كرمالك هالمرة لحتركه هؤلاء بالعادة انا لما بتشاكل مع واحد بضل بدبك عليه لحتى يموت ايه الله يرضى عليك الله يرضى عليك منتي علينا منتي علينا على راسي على راسي من فوق يا مو قوم يا مو قوم قوم تعال هون تعال هون جيب لي اياها عالفي جيب لك امجي جيب لي اياها عالفي الله يصبرني عليك لا تفوت فوت يا مو فوت فوت يا مو فوت فوت الله يرضى عليك الله يصبرني عليك اخ 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 لك يا علم اهلك عم بتوجعيني يبعث لي حمى عليك يا ابن عمي ان شاء الله بتنكسر ايديهم يا حق امين يا رب لك يخرب بيتهم كل واحد بغلط غلطه قد راسه وما بدهم يعني عصيب شلون يعني قولي لي شلون يعني ما عصيب ما حدا غلط معك انت كل رمضان تتقاتل مع نص الحارة ولا كل اهل الحارة لك ما بيقدروا انه انا صايم حاجة بقى كلياتنا صايمين يا مو لا انا صيامي لك حاجة بقى انا صيامي غير شكل ليش بقى يا مو على راسك ريشة لا مو على راسي ريشي اقسم بالله يا امي كلمة تانية بزت حالي بالبحر اي حاجة بقى ايه ما في داعي تزت حالك وما لي حال عنك الا لتبطل هالتعصيب والخناق ها يا ستي يلي عاجبه عاجبه ويلي مو عاجبه بيقول كف عدسك عاجبه لك استنى شوي بس رحت لك شاشي على عينك شو بدنا نعمل هلا والله ما بعرف ايه ولي على قامتي ان شاء الله لك ولي على كون ولي عليكم ليش حاطين لصحون قدام وشي اللهم اني صايم اللهم اني صايم وين بدك يا لك حاجه يعني حطوهم بجهنم الحمراء لك حاجه ها عضي إيه إيه. بعدي لك لك بعدي يلا مين مشان الله الحقيقي هلا بيعملنا شي مصيبه روح شوفي روحي يلا يلا حرك لا سيب ايدك حبيب لا سيب ايدك لا حبيب انا بقول شو ايدك لا فعلك كمان بدك تسلك ايدك بدك تسلك ايدك الله لا يمين يا بنت الله لا تاخذوا لابني ابني بيعصب لما بيصوم يا خالتي مشكلتي انا بعذب لما بيصوم ولا يا ربي دغينا شو بدي اعمل من تعصيب البلد يا ربي دغينا حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي يا ربي سيدي هذا الحكي مو مزبوط يعني انت ما تهجمت عليه ضربته؟ لا سيدي هو اللي ضربني لحمه يخرب بيتك يخرب بيتك شو مفتري ليش انا بعرفك شيء وشو السبب انك ضربته؟ خرب بيتك على المخبط، سيدي انا رح احكي لك شو صار معي. انا ماشي بالحارة طلع بوشي، رحت يمين راح معي يمين، رحت يسار راح معي يسار، عبينا وش بوش. لك يخرب بيتك شو كذاب ودجال ومحتال، لا تصدق سيدي، انا ماشي بالصاق قام طلع بوشي، بعدت عنه على اليمين قام سكر علي، رجعت بعدت عنه على اليسار قام سكر علي، سيدي هو عم يسكر علي الطريق، الله وكيلك. لا سيدي هذا كذاب يخرب بيتك لك نحن بشهر فضيل ونازل كش ولك انت بتعرف شهر فضيل ولا ولك صرت عامل لي مليون مشكله بهذا الشهر الفضيل وكل سنه بتعمل مشاكل بهذا الشهر الفضيل سيدي والله انا بدي اخليك تحكش فيني والمساعد كمان تحكش فيك ايه سيدي شحطني من جوات البيت قدام امي ونزل هو وزميله فيني قتل ايوه ولك حيوان ولك بتعرف شو يعني انك تضرب المساعد يعني اعدام يا حمار صلوا على النبي سيدي بس لاني رفعت ايدي بوشه تاخذونا اعدام شو هالحكي رحنا فيها فرق عمله لانه رفعنا ايدنا بوشه سيدي انا شوي بس اعلاتي بيخضوا شوي ايه بيخضوا شوي ليش انت فيك اعلى حتى يخضوا شوي انت اسكتوا لا راس انت وياه ولا حرف
مساعد امرك سيدي لا تشتكي عليه لا سيدي لا بس مو كرماله سيدي كرمال امه ولانه بهالشهر الفضيل انا بدي اشتكي عليه واحبسه سيدي لا اسكت طالما هيك صارت وصارت يا سيدي انا بدي اشتكي عليه لهذا الطبور لا انت وياه ولك حيوانات انتو ولك هذا الشهر الفضيل بدل ما تسامحوا بعض عم تتعدوا على بعض اقسم لنزلكم لتحت وخلي صوتكم توصل لاخر دنيا مش حضر طول بالك سيدي طول بالك طول بالك طالما هيك سيدي اخي اخوك صغير وغلط هات بوسي وانا مسامحك الله يسامحك يلا انت وياه ندعو لبرا يلا حرام صريخ لك يا مرت عمي الحمد لله اللي انقضت على خير عقبال ما ينقضى رمضان على خير اي والله هدول ايه اللي عزمتهم على الفطور شو بدي اقول له ليه هذا الصوت هذا من بيت الجيران يا مو شو بدك تقبرني ما عندهم ضيوف عم يتسلخ طيحه شو اذا جايين الضيوف بيصرعونا شو رح تعمل انا ما شيخ شو بدي اعمل لك يعني لين الذوق يعني لين الذوق لك خلاص ها بدي اعطيك يعني لين الذوق لك اخلصوا لك اخلصوا نحن صايمين الله لا يا امي لك ليش عم تعيط؟ لك كيف هيك عم تحكي مع بيت الجيران؟ أنا بورجيكي شو بدي أحكي معهم؟ لك يا بابا معاش يا كلاب اسكتوا لك خلصوا خلصنا أنا أدمرها ما خلصنا لك بعدهم ليه؟ لك ما خلصنا أنا بورجيكي شو قيمة دول أنا بورجيكي شو قيمة دول أنا جميل أنا جميل على سنين ما الله ما عندي صغير جبك وفلس مثل الأباوي جبك يا ربي دخيلك على المصيبة اللي بعدتني إياها لك حاجة التانية اخ لك اخ عيوني لك خليني اشوف بس لك عميتيني لك عميتيني يا علامتي عليك ان شاء الله لساتنا باول رمضان اتقاتلت مع الخضرجي ومع اللحام ومع الجيران لك بدي افهم انت شو ولك انت شو لك اخ عميتيني عميتيني الله يعميكي لك انا بتحركش فيني يا بقى ما حدا بيتحركش فيك انت اللي بتعمل مشاكل على الطالعه والناسه كانه ما حدا صايم غيرك العمى على بالي الله وكيلك يا مرت عمي كل عمرك تضلني اخ لك انت سدي بوزك وده سدي بوزك هلا هيك بتحكي كلمه الحق هذه كلمه حق والله لقي بعيونك هاي كلمه حق عم تردي جواب يا بنت البياع العرقسوس وشو ببيع العرقسوس تقبرني على الاقل احسن من غير عالم على الاقل ما بضل ببهدل وبسب الناس لانه صايم يعني ابوك احسن مني انا عم تيجي لي هذا الحكي والله صدقك مش عارف شو حكيت انا عامل اياها مشكله عم تهدديني لا ما عم اهددك بس كل مره بتمد ايدك علي وبتزرني من ورا جدعانك وضربك يعني انا مجنون لا يا بابا مؤاخذة شوفي ليه انت طالق بيسد يلا بيه لعند أبوك والله يا لعند أبوك ما برجع لعندك شو بعملت طب لعند أبوك يا ولاد أنا مجنون الله أني صايم الله أني صايم يو هلا من كل عقلك رايحة ما سمعتي مرت عمي بإيدك شلون طلقني يعني ما بتعرفي جوزك برمضان ما بيتحاكى مرت عمي أنا كل يوم والتاني بقول لحالي بتكبري عقلك طولي بالك معلش بكره بصير بكره بيكبر ما عم يكبر لك يا بنتي الله يرضى عليكي يا مرت عمي الله يخليكي تركيني احمل حالي وامشي لسه على تطلقي ورجعي تطلقي ورجعي اهلكني هدي حالك هدي حالك بكره القصة كلها بتنحل يا مرت عمي ما في شيء رح ينحل خليه يخلص منه بقى الله اللي يرضى طلقني الله يرضى عليكي سعدية يا مو يا مو سعدية يا مو شو بدنا نعمل مشان مرتك شو هذا يا مو أبي وشو بحنكك أبو خليون أبو خليون اللي قلت لي وهي الصفرة شو عم تعمل على تختك عم تصبب عليها عم تصبب عليها قلت لي ما أرجيني لشوف افتح تمك حنكي امي بس عم بيجي عندنا ايه حنكي على اساس ابو خريون ما افتح تمك لشو وعم تاكل كمان وعامل لي فيا صايم والله ما فيني ابوها ورحت عشكرك